اوكي ورجعنا لكم من بعد الفاصل ويا حي الله من يانا والساعه المباركه نورتونا سعد عمري ثانك يو سو ماتش انا اعلامنا اعلامنا شد العلي اي والله بالصدفه اي والله اسود احمر ابيض احمر صح بالصدفه انت بيجي انا علم دوله اخرى روان بالبداية بنبارك لك على المبادرة اللي أنت أنشأتيها اللي مبادرة روان بن حسين للمحاماة يعني الله يبارك لك ويوجدك فيها إن شاء الله وأعتقد أنك أنت راح تسوين غبقة على شأنها مصار هي مبادرة اجتماعية لتواصل القانونيات الكويتيات سواء خريجات طالبات أو محاميات نبي فيها نبني علاقات قائمة على الاحترام بين البنات اللي بنفس مجال مهنتنا هالشيء وايد مهم لأنه يعطيني دعم معنوي ونفسي أيضا نشارك بمؤتمرات وورشات وأشياء وأعمال خيرية وتهيئين نفسك للمحاماة بالضبط نستفيد من خبرات بعضنا الله يوفقك إن شاء الله وإن شاء الله الغبقة راح تكون يوم الاثنين بالتوفيق حياكم الله احنا مو محاميات بس ممكن اني ترى يعني ما عندنا بس انا قدمت دعوات لاكثر من اعلاميه ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي فحياكم الله تنوروني وتشرفوني مبادره حلوه منك انك تبينين موقف المحاميات وارائهم والتعاون ما بينهم وتوحدين القضايا بحيث ان انتم المحاميين تتفقون على موضوع معين قضيه معينه وتكونون يد واحده في انكم تتمسكون بحقوقكم وتعرفون شنو لكم وشنو عليكم ما تخص المراه للقانونيات سعود مبارك عليك الشهر علينا وعليك وكل عام وانت بخير بخير والجميع طبعا انت ملك القرقعان يعني الحين صوتك وادائك مساعة ما شاء الله تبارك الرحمن امتعتنا واثرت برنامجنا بصوتك العذب شكور يشرفني وعساكم من عواده جميع عسى ربي يحفظكم ويحفظ الكويت وانا صراحه سعيد اني اطلع معاكم في غبقه الحمراء لا منورنا الله يخليك طبعا المعروف لا يعرف ومبارك عليك الشهر وكل عام وانتم بخير ومتابعين لك بالسناب وهالحلو اللي قاعد تسوينه وقاعد تعذبيننا طالبيني ترى انا ليه انا طالبك انا كنت بوقت بس انت اعترفتي يعني طالبيني ادري حياك الله سندس سندس يعني كونك انك انت ميك اب ارتست ما شاء الله هالايام انزين يعني الكل متولع بالشيء هذا ما حسيتي ان شويه يعني اللي قاعد تسوونه الناس يعني او ان في شويه مبالغه يعني او الناس قامت تبذر وايد على هالشغله هذه يعني بالطريقه قصدك عشان يحطون الميك اب هذا تقصدينه يعني في ناس صح قامت تبالغ مثلا طريقه حطها حق الميك اب او ما ادري صار في وايد تعقيد يعني الميك اب وايد سهل وحلو بس فعلا السوشيال ميديا ومثلا انستغرام الفيديوهات اللي قاعد نشوفها قاعد تصعب على الناس وتعقد حق الناس اللي حابه تتعلم الحين قرقيعان عيونك حق القرقيعان يعني مكياج وكذا لا انا ما احط مكياج بس قاعد اشوف البنات انه فعلا اذا عندها مناسبه يعني في ناس تروح صالونات يعني اذا بتحط ميك اب حق قرقيعان او حق قريش او يما عاديه ففعلا نشوف ناس تسوي كذي بس ما شاء الله عليك انت وروان يعني انت من نوع تحطين المكياج اللي يناسبك يعني تعرفين شنو اللي حلو عليك وشنو حتى روان يعني ما شاء الله تبارك الرحمن تشوفينها حتى لما تحط المكياج تحطينه خفيف روان هي تحط حق عمرها يعني شنو حق عمرها يناسبها ايه ما ادري انا اشوف دائما اقول ان الجمال هو الجمال الطبيعي كل بنت فينا جميله بس ممكن ما تعرف لعمرها فامبريس يور ناتشرال بيوتي وكوني على طبيعتك يعني انت مع ان الواحد يسوي زياده عن اللزوم بالموضوع علشان يكون موجود لا less is more كل ما كان اقل كل ما كان ابسط كل ما كان احلى واجمل واندرو انزين احنا الحين قلتي البساطه وكل شيء اخوي سعود بالنسبه لي القرقيعان حسيت انه صار في وايد يعني ما شويه القرقيعان عن اول البساطه راحت والله استاذ نوال عقب اللي شفناه البارحه انا وانتي الليموزين فيترا واهل الكويت كذلك فيترا والي البساطه يعني مو قابت الشبه يعني انقطعت او يعني اندثرت من القرقيعان الكويتي كان يفترض يعني او كان يفترض انه يكون ابسط من كذي يعني لان كل بسيط سبحان الله يكون سهل وخفيف وقريب وحبيب و
يعني حتى يسعد الأطفال أو المراهقين، لأن اللي ما عاشوا الفترات القديمة الزمن الجميل. بس أنت مطلوب، أتوقع هو يحب المواضيع إن الواحد لما يحتفل بالقرقعان يسوي بشكل كبير احتفال، لأن أنت تغني في القرقعان يعني مطلوب هالموضوع. هو فعلا بس يعني بعد اللي حطوا زبلان ولا حطوا قرقعانهم في طبق، هذا طبعا الأشياء طبعا هالألفاظ ممر على رواق حلو عرفتي يعني أفضل ما يحطونه. أخي السعود هو مو غلط إن الواحد شوي يغير ويتطور وشوية يزيد، ويعني هالشغلات إحنا قاعد نتطور والزمن تغير، بس ما زال في شغلات لازم نحافظ. يعني أنا بالنسبة لي أحب لي الحين القرقعان بزبيل وتعرفين كذي ينقرف يعني كذي والشيء أحب هالشغل مع شوية تطورات فيها. صحيح. بس الحين صارت يعني شوية مبالغة ويعني وبالكويت نقول شيء يعني اللي زاد عن حده ملق ملق يعني صار باصر يعني صار ماسخ صار ما له طعام ولا له حل، حتى لو كان مكلف ترى غالي. بعدين يعني الحين أطفالنا وأحفادنا وعيالنا المفروض نخليهم يشوفون القرقعان على أصوله اللي إحنا لحقنا خلينا نقول عليه واللي لحقوا عليه كذلك الأولين، إذا مو في المخلط على الأقل بشكله بالزبيل بالطبق باللبس بالخرايط بالأهزوجة. يعني من ساعة سمعنا أغنية يعني بعضهم قام يلخبطون، أكو شيء حق البنيات، أكو شيء حق الصبيان، أكو شيء حق البنيات والصبيان اللي إحنا غنيناها قبل شوي مالت الله يرحمها عودة المهنة وعدتها وكذي اللي هي يلا 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 حب المقوطة قلبي حب التشريب قلبي. الله خلنا نسمعها عيل. والله إذا موافق المخرج موافق سعود أكيد ما يكون سعود موافق سعود وسعود ما ياكلهم الذيب فأكيد موافق. بعدين أنا يعني معاكم في هذه الليلة أشعر إني يعني كنا كويتيات لا يعني أتشرف طبعا. روان متى آخر مرة قرقعتي؟ روان تقول قبل 10 سنين. قبل 10 سنين قبل 10 سنين بس ودي اروح اقرقع يعني بشويه خباحيه تشود بنت ما قرقعت بلندن تشود الله وروحنا نطلع بالموزين. لا ما سويت قرقعان لا لا سندس انت بالنسبه لك ما شاء الله وايد لا لا ما رمت ولا مره اسف على المقاطعه بس ما رمت ولا مره بلندن. دائما رمضان احرص انه يكون عند اهلي انه ما احس بجو رمضان غير لما يكون بالكويت كل شيء يسكر ماكو مطعم مفتوح تحسين صدق رمضان. وسندس متى اخر مره قرقعت؟ من زمان يعني من زمان وايد يعني كنت تقرقعين وانا صغيره حيل بس يمكن من كان عمري 10 سنين بعدها خلاص. وبس الحين يصير ما بين الاهل اكيد بالزوارات كل واحده مسويه قرقعانها وكذي وتوزع وتقرقعون اكيد يصير كذي. الحين عندكم زوارة قرقعان اليوم؟ أمس كان قرقعان. أمس من تو؟ أنا هاي سافروا. سافروا؟ هذا مع أبوي الحين. هذا تعالي نباكر زوارة. الله يلا. إحنا البارحة قرقعنا. سعود نسمع الأغنية. نسمع شيء؟ إيه نسمع بس ما تردون علي. إحنا الرد عليك. إيه ما تصفون أنا قرقع عليكم أول على الكويت على. إيه قرقع حق روان وسند. ما راح أقرقع عليها. لأن دفع ما راح ترد ما سلمت. خجولة. عموما انا يعني سعيده اول مره اخرى اني طالع معاكم لاني احس احس نواه الوحش. لا ولا سعود لا انت باكر هارون رشيد القفقه يلا تقول علي يلا 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 بس عاد صوتها لا لا كل واحد يتحشم الكلام يلا يلا ويلا يلا يلا ويلا يلا يلا ويلا سلم الكويت يا الله يلا 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 واهل الكويت يا الله يلا 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 والمشاهدين يا الله يلا 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 قبقة الحمراء يا الله يلا 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 تلفزيون الكويت يا الله يلا 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 ويا الله سلمنا والي يا الله يلا يلا سلم سندس يا الله يلا يلا سلم رواني يا الله يلا يلا سلم حصه يا الله يلا 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 سلم سعود يا الله سعود الرمح سلم هنادي يا الله يلا يلا سلم ان شاء الله كل عام انت بخير. بخير. مو في قرقعان بينك صير ورمضان هذه يقولونها الله يطول لي عمرك بنيات لما تطق الباب اي لما تطق الباب يقولون بعدين يقول ويس ويس في بيتك هذا نقط
لا انا ما عندكم قرقيع روان شاطر عاد نحن نفهم صح صادق يقولون ويس ويس في بيتكم يا نقط أو ايه؟ كله وساويس ايه ويس ويس في بيتكم كله وساويس ايه؟ يعني وسوسون لأنا ما أعطوهم ايه؟ ايه؟ بس الحين خلي أقول لكم فضلي. قرقعان أول كانوا البنات والصبيان يطلعون ويا بعض بالفريج وعادي الحين ليش يعني قاموا يعني البنات بروح والصبيان ممنوع الاختلاط وياهم ايه؟ الفلبينيات لا يا حالو هذين والله كنا احنا نستانس أكثر من ياهم اي والله انا استانس لما يعني الاهالي تشوفينهم يطقون الباب ويقرقعون انا استانس لا وكله وياهم الفلبينات يعني راحت الزهوة مالت شوي يعني ما تحسون كذي روان ما حسيت ان القرقعان شويه يعني تغير عن اول صار شوي معقد ما ادري انا اخواتي ما نقرقع تصدقين ليش ما ادري يعني احنا شاذين ما ادري والله الظاهر الوالدة كانت تخاف عليكم ما شاء الله كان ابوي ما يرضى اي يقول ما خلينا نروح بالفريج ونقرقع كذي لا يعني كان شباب يروحون عادي احنا لا يعني اتذكر رحت يمكن مره او مرتين بحياتي كلها غير كذي كل بالزواره مثلا يعني عمتي او خالتي تجيب قرقعان توزع علينا عرفتي ذاتس ات بس اني اطلع بالشارع اطق الباب بابا كل منك يا بابا الله يحفظه ويعطيه طول العمر امين يا رب يخليك طالع سندس انا قاعده اشوفك في مواقع التواصل الاجتماعي حريصه على يعني متابعينك تسوي لهم جوائز ومسابقات ومن فتره لفتره ففتره القرقعان يعني الواحد ساعات وده يسوي اشياء كذي فممكن تسوي له اشياء حق متابعينك في جائزه مزهبتها لهم ان شاء الله اي ان شاء الله يعني هاليومين حقهم هو كذي مني انا بس انه حلو لما يتواصلون معك الناس يستانسون شيء تفرحينهم انهم يفرحوني فاحب شيء مره اسوي لهم جائزه افرحهم بشيء هم يحبونه ادري مثلا فولورز يحبون عطور والميك اب والسكين كير كذي فحلو تقدمين هديه حقهم يعني تبرونا قرقعان من اكثر الشخصيات اللي بالمواقع التواصل الاجتماعي صريحه وما فيها مجامله يعني انت من الشخصيات اللي اذا استأتي من شيء تقولين واذا حب شخصيتك مبينه اي بالسناب قوه شخصيتك فما تخافين ان انت تخسرين جمهور مثلا بهذه الحده وهذه الصراحه لا يمكن في مواضيع تصير في فولورز مثلا يتحسسون منها او يقولون لا مثلا ما سنتس ما له حق تتكلم هالموضوع بس ترجعون بعد فتره يقولون صدق معك حق مثلا حتى امس موضوع انا اتكلم عنه بسناب وصاير قبل سنه ولقيت هجوم من السوشيال ميديا والانفلونسر وايد وشي بس امس صار معي يعني عقب سنه شوفي فلا صدقيني يعني ما يصح الا الصحيح من النهايه صح واضحه يعني صريحه وما تجاملين احد وتقولين اللي اذا كنتي متضايقه تقولين انا متضايقه وحتى ساعات اذا مثلا كنتي متضايقه ما تصورين سنابات وايد يعني احس انك وخرتي أي صح صحيح حتى لما تطلعين تقولين كنت نايمه لا ما كنتي نايمه يعني خشع الناس صح انا بقول لك شيء انا دائما اقول حق المتابعين صح عليك اول شيء انا احبها كانسانه شخصيه جدا قويه واشوفها يعني ممكن تكون رول موديل حق وايد ناس ثاني شيء انا دائما اعاقب على شغله الناس المتابعين يبون لما يفتحون سناب يستانسون تلاقي هذا من الدوام او من المدرسه تعبانه زهقانه whatever تبي تشوف شيء ايجابي شيء يونسها يفرحها يضيف لمسه ايجابيه لحياتها ما تبي تشوف وحده تتحطم مو عاجبها لوك لوك لا لا فالافضل مثل ما قالت ان انا ابتعد عندي اهلي امي خواتي جات يدق عليهم كل واحد يكون لاهي وسعود انت شلونك مع التواصل الاجتماعي والله يعني ترى نشيط وسنابش ونيس والله ودمه خفيف السناب مالك كله حسن والبيت هنصير ربع بس فرند خلاص انا شرفني انت بس تتابعين سناب راح تصيرين بس فرند يعني والله نشيط بس طبعا مو مثل الاخوات يعني نشاطي خفيف على قدي يعني بس يعني يعني عندك نشاط طول السنه ولا بس لا لا لا, لا ما شاء الله طول الاسبوع ما شاء طول السنه يعني حق عياد الميلاد تقصدين مو السوشيال ميديا تقصدين بالقناة يعني يعني انت تحط الاشياء اللي تسويها تحطها بالسوشيال ميديا اي طبعا طبعا غير القرقعان شنو عندك يعني اكيد بعد عندي يعني مناسبات اللي يطلبوني مثلا اي مناسبه ذا ملكه ولا عرس ولا زفه اوكي يعني تحطهم في مواقع التواصل لا بعض العوائل ما يرضون اسمائهم يعني ما يرضون حتى اغاني القرقعان استاذنهم اقول مثل عادي نحط اغنيتكم شويه اما اغنيه القرقعان اللي سويت لي اياها نار تستاهلين والله عجيبه بحطها بعد شوي في مواقع التواصل الاجتماعي ساعه المباركه يا وان انت هم في فتره يعني هم كنت صريحه تتحكين تقولين يعني ما شيء هذا ما اثر عليك باي موضوع بالضبط انا الحين صريحه لا انت صريحة
بس يمكن أنا أقول لك أنت أكثر متابعينك الفئة الصغيرة الشباب البنات والشباب، فهذولا شوية ممكن يكونون مستفزين يعني ساعات يعيبون على أشياء وينتقدون بسرعة، يأثر عليك هالموضوع روان؟ شوفي أكيد بالبدايات كان وايد يأثر، ما في شخص يقول أنا خاص تعود، ما حد تعود على السب والغلط أو التجريح طبعاً. أتأثر صح، بس الحين صار عندي موضوع أني تعودت شلون أن أنا أتصرف أو أتعامل مع الهجوم السلبي، أو تعلمت أن أنا شوي أنتقي مثلاً ألفاظي أو ما يبدر مني كلمة ممكن أنها تحرف، يعني ما أعطي مجال لأحد أنه يأخذ شيء من لساني يحرفه بمعنى آخر ويسبب لي هجوم سلبي من الناس. كونك أنك أنت بالمستقبل راح تصير محامية، يعني هم الشيء هذا لازم الواحد يحط حسابه، يعني صح. بعد ايش كثر باقي لك؟ سنتين. الله يوفقك وتصيرين محاميه ان شاء الله، فيعني هم هذه الاشياء. لا اقول لك شيء بعده، قاعد تدرس الحين طيران؟ ايه. شلون هذه الخطوه الجديده؟ ما شاء الله وين عندك وقت؟ شوفي خليني اقول لك، هو ايذر اور اكتشفت شغله لما اكون بالكويت تصوير وغبقات واهل وزوارات ومجاملات، هذا كله ياخذ من وقتي. في لندن وحيدة ما عندي يعني من غير شر لا أهل وربع معدودين، فقلت خليني أسوي شيء يفيدني لمستقبلي. فوقت الأسبوع أروح الجامعة اللي حق القانون، وقت الويكند وأيام اللي عندي أوف أروح برا لندن أدرس طيران عشان أخذ رخصة PPL اللي هو Private Pilot License، بنفس الوقت أكتب المجلة وقاعد أجهز كتابي حق إن شاء الله بعد شهر وشيء يكون خالص إن شاء الله. كتابك إن شاء الله قريب إن شاء الله. شنو راح يكون اسمه؟ لا عاد لسه ما أقدر أصرح فيه. كلش كنت فاتر تصرحين شيء ولا حق المشاهدين؟ أنا أخاف أقول بعدين تغيرين. لا كل شيء بوقته حلو. بالضبط. سندس ما شاء الله تبارك الرحمن، قاعد أشوفك بالآونة الأخيرة قاعد تنزلين فيديوهات على اليوتيوب ونشيطة فيها، يعني من فترة لفترة قاعد تنزلين والناس تطلبها منك. أي صح. ما تحسين إن هالشيء يعني يأخذ من وقتك بشكل كبير، ولا أنت عرفتي شلون توزعين الانستغرام؟ لا قاعدة أنسق أوزع الفيديو يعني اليوتيوب، لأن الحين التوجه وايد على اليوتيوب، الناس يظل يعني موجود، ممكن سناب شات يروح الانستغرام يروح، بس اليوتيوب يظل موجود ولا جمهور وايد كبير. لا آلية معينة اليوتيوب شلون؟ لا آلية معينة يعني لازم تصوير كواليتي، صورة حلوة، الكواليتي يكون وايد زين طبعاً، هذه كل أشياء تأخذ مني جهد وحتى مادي، يعني أنا أدفع مقابل أصور هذه الفيديوهات، بس تظل موجودة حلوة الناس وايد تستفيد منها. يعني لما تشوف الفيدباك مع الناس شلون ردون عليك إنه وايد استفادة وايد حلو وايد طبقه، فتستانسين يشجعونك زيادة إنك تصورين بعد أكثر فيديوهات. فئة عمرية ما أدري، مرات يعني اللي أشوفهم مرات أشوف بنات صغار، مرات مراهقين، مرات أشوف ما شاء الله حريم كبار، يعني أقول لها خالتي ولا يمه، يعني في ناس وايد كبار. فما تواصلين معهم؟ قاعد تواصلين معهم؟ أرد يعني كثر ما أقدر سناب شات إنستغرام، أو مثلاً لما نطلع مكان. أنت بلشتي من 2012، يعني أنت سندس من أوائل الناس اللي بلشوا بالسوشيال ميديا. صح. وكنتي ما شاء الله من كل دول الخليج يتابعونك. ستايلك كان بالحجاب مختلف، كان لبسك مختلف، يعني صرتي مثل أيقونة للموضة. فهالشيء ما خلاك أنت تقيدين بحيث أنك أنت لازم تكونين كاشخة أول بول على طول مرتبة على طول شكلك؟ معنا تطلعين بالبدايات يعني شفناها ميكاب وبعدين تطلع without يعني ولا شيء يعني أنا صور مثلا لايف إنستغرام بدون ميكاب، أطلع أول شيء وأحط الميكاب كله من الأول على موضوع انها مرتبه ولا شيء. انا مره صادفت واحده كنت بالسوق وقت كذي ما حد يروح في السوق، كانت تسال عليها كانت تقول لي دائما مرتبه دائما شيء، فقلت لا يعني انا هذه حياتي، يعني من قبل كنت اشتغل ايام البنك، فكنت كل يوم اروح اشتغل، انا اروح انا احط ميك اب واكشخ واروح الدوام شيء انا احب. تعودتي فصار شيء. فانا احس دائما لما اطلع البيت لازم يكون شكلي مرتب، مو شرط في الميك اب لازم اكون مرتبه ومتهندمه. طبعا روان بكل شيء حلوه ما شاء الله تبارك الرحمن، بس انا قاعده الاحظ بسناباتك بالفتره الاخيره قاعد تتطرقين حق مواضيع قانونيه اكثر، يعني مو على طول موضه وازياء، ويعني قمتي تحكين عن قضايا وتروحين المحكمه الدوليه هناك وتشوفين القضايا وتحكين عنها. متابعتك انا صح؟ الحين اتحمس اني اجاوب. لان هذا تخصصي، يمكن زميلاتي البلوجرز انفلونسرز ما شاء الله هم متخصصين بالبيوتي بالموضه يعني، ويعرفون اكثر مني بهالاشياء لان صار لهم فتره وزمن طويل فيه، ف
يعني على قولتهم ما أقايش معاهم. إيش كثر صار؟ سنة ونص. صالي تقريبا سنة سنتين. ونص. سنتين تقريبا. سنتين تقريبا. إيه. فلأن هذا المجال أنا أحبه وأشوف إن أنا عندي فاشن وعندي شغف وعندي حب من وأنا صغيرة، ليش ما أنا اللي أعرفه أقول لمتابعيني؟ ومليونين متابع أو أكثر. مليونين ومئة ألف. ما شاء الله. الله يزيدكم ويبارك إن شاء الله. Thank you. كن سعود في مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب والعروس هذا دائما الواحد صعب إنه يصور، يعني ما تقدر ساعات تسوي عروس كبيرة وضخمة وأغاني جميلة تغنيها بس ما تقدر تنزلها صح؟ طبعا لازم الواحد يقدر بعد يعني في خصوصيات. نعم في خصوصيات. صحيح صحيح, صحيح. طبعا يعني سواء بالكويت في الخليج اكيد يعني في خصوصيات. اقول لك يعني بعض الاغنيات مثل هزوجة القرقيعان هم بعضهم كذي يعني دشت علي وحده قالت هذه امس انت مسجلها حقنا شقة تحطها اسم بنتي قلت لها عاد اعذريني انا الحين امسحها ما في اي مشكله بعدين انا ما عندي متابعين قلت لها وايد انستغرام كلهم يعني 18 فقاعد يقيدونك صح اكيد يعني مو على طول تقدر تنزل كل شيء. اي طبعا وهذه حق لهم خصوصا انه يعني هذا مو عطيه مني. ممكن تغني الأغنية نفسها بتشيل أسامي مثلا وتنزلها ولا ما صارت معاك هلا؟ لا تصير. تصير. لا تصير. في يشرطون عليك مثلا. واحد بيقصص أسامي المعاريس اللي بالزفة عشان بيحطها لي باليوتيوب. أو سعودي يشرطون عليك ساعات إن هالأغنية هذه ما تطلع بس لنا. إيه مؤخرا كان في فنانة قديرة جدا هم صارت لها نفس هذه المشكلة. إيه يعني هي نشرت أغنية خاصة في عرس أحد العوائل فقالوا لها يعني إذا ممكن يتم حذف هذا المشهد بسرعة رغم إنه ما شاء الله المقطع يعني خذ مشاهدة مو طبيعية يمكن يعني 500 ألف أو ما شاء الله. إيه وهم يحق لهم نرجع ونقول لأن الزبون دائما على حق سواء كان في محل ولا في مول ولا ما أخذ منك بضاعة أو حتى الأغنية يعني تبقى هيلة ولا شيء. زين الحين احنا نرجع الحين حق رمضان والغبقات. الغبقات الحين تغيرت عن اول شنو يعني حسيت انه تغير الغبقات؟ هي احلى ما بالغبقات برمضان اليمعات بس تغيرت هم تغيرت يعني اكثر أول. سؤالي يعني في مواقع التواصل الاجتماعي شنو غبقه؟ شنو غبقه؟ يعني في مو كل دول الخليج عندهم هذه العاده اللي يعني احنا بالكويت بس اللي عندنا هذه عاده الحمد لله على هالعاده المتمسكين فيها والله والله فاكيد قاعد يجيك هالسؤال كل سنه ينسون شنو الغبقه؟ القرقعان حرام حلال شيء هالاشياء هذه كل سنه بس نجاوب شنو الغبقة يعني بس ترى كل واحد حتى احنا بالكويت كل واحد له مفهوم حق الغبقة صحيح. في ناس عندهم الغبقة يحطون اغاني وطقطقة ورقص وفي ناس عندهم غبقة ان نتجمع وناكل في ناس يروحون يجمعوا اكل اقول من العادات التراثية الكويتية اللي ما يسونها الكويت الغبقة وقريش لان الاثنين فيهم اكل الحين روان صارت الغبقات يعني فيها شو يعني ان الوحدة تحط حساب الدراعة اكثر ما ان هي وين رايحة فهم صارت الغبقات شوي غير تدري شو المشكلة؟ المشكلة ان عقب العيد يعني تجين تلبسين بدلة العيد تنصدمين لان كنت طول رمضان تلبسين هالدراعة الدراعة الدراعة فقلتي تاكلين 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 فبدلة العيد ما ادري ايش فيك يعني خلاص عاد والله العظيم يحلو الدراعة وللحين يعني الدراعة والعبات وكذي يحلوهم الصراحة هذه من الشغلات اللي ما زلنا العبات والدراعة متمسكين فيها ومن الاشياء الحلوة الصراحة دائما الشقانة في الخليج مثل ما قالت اختي العزيزة يسألوننا عن الغبقة يسألوننا عن لا القرقيعان عندهم قرنقعو قرقاعون يعني كذا دولة تحتفل بالقرقيعان مصر وحوية وحوي بس بشعبان الإمارات يسمونه حق الله بس بشعبان العراق عندهم شيء اسمه ماجينة يعني كذا دولة كل واحد لها مسميات إيه يعني واحدهم يقول الهالوين هذا يعتبر قرقيعان عاد أنا ما أدري هي العادات والتقاليد موجودة يعني في بخليج بس مختلفة خليجنا وبالعادة بس مثل ما تفضلتي القبقة مو موجودة عند بعض الدول الجلاعات اللي يصير بشعبان مو موجود عند بعض مو موجود عند كل الدول قريش مو موجود يعني انا تخلوا علي كذا شخص من الدول العربيه والخليجيه وش شنو قريش شو تسوون فيه شو يصير فيه اشوف بناتكم يلبسون اشوف انتم قاعدين تبخرون بعضهم يسوون دي جي بعضهم يسوون طق والله في ناس ذاك يوم طق طار يعني تخت شرقي وتعاد بعد في ناس يسوون هذا كله بقريش قلت له يوم اهل الكويت حاليا يتم الاكل فيه زين سندس ما تحسين ان حتى على فطورنا في اكلات تغيرت ولا يعني شوفي الريش والهريس والتشريب وفي شغلات ما زالت القيمات والصب والقبشه ومهما نتطور ما ردنا على الزلابيه الصفراء والبرتقاليه هذه ما نستغنى عنهم الصراحه بس هم في شغلات واكلات تغيرت من رمضان اي صح ما حسيت الشيء هذا كل شيء تغير يعني حتى انا مشوف امس بالقرقعان
عيال خواتي لابسين لبس قرقعان في الكلور سوري في الكلور تركي وفي الكلور يعني مو مص يعني مغيرين انه مسوين كذا اي انه حتى اللبس مثلا مال قرقعان يا هال تغير فهو شنو صار تاليف وهبه وفنتق كل واحد يدور الفنتق اللي والله عيالك لابسين شيء وايد حلو والله عيالك بس في اشياء الظلم موجوده يعني مثلا الحنة الحين يحنون عيالنا الصغار اللي هال يعني حسافه ما نلبس تو زهار دشداشه شريمبه في وايد يعني في انه كل شيء تغير مثل ما قلنا حتى كنا صرت صغير على الفطور السحور تغير اي صارت يمكن روان حالة استثنائية لأن روان كله مسوي رجيم يعني رجيم اللي ما أكل شيء بس أكل شوكليت وقهوة شوكليت وقهوة يعني روان كله مسوي رجيم شوكليت وقهوة يعني كل سنة روان هذا كله لك ترى كله لك مخرب رجيمك مخرب رجيم أتوه قلت لباكي قبل الهواء بس يلا إذا طلعت الحلقة يلا لا الحلو الحلو صدق عند سندس يعني سندس ما شاء الله تبارك الرحمن انت من الناس اللي بالبدايه قمتي تحطين شغل هنادي اختك صح تصوري لها تطبخ وانا احب انا ما عندي هذا الابداع فلا اخذ منها الوصفه واطبق يطلع حلو وقاموا الناس يتابعون اختك هنادي يعني ما شاء الله وايد من الفلورز راحوا حق اختك يتابعونها غير كذي انه ما زلتي انت بعد تسوين وصفات ثانيه يعني أي. فالواحد ساعات مع زحمه الناس تلقين وصفه قديمه انت من زمان يسالونك عنها أي. فهذا الموضوع شلون تجاوبينه اقول لهم كل من كبشر ويلحديني بعد 300 سنه ضوئيه يسالني عن نفس الطبخه فصدق انه ما ادري بس يستانسون انا اشوفه حلو يعني احنا نتكلم ترى متخلصه بالميك اب والبيوتي وكذي بس حلو لما اسوي لهم طبخه مره كذي حلو ترى يحفظونها يعني حافظينها ويطبقون ويدزوا لي مسوين كل شيء فواي وناسه حس انا بسالك الحين سليني انا يلا قولي لي ايش تطبخين انا والله شوفي انا اعرف اطبخ بس انا ما احب ادش المطبخ الا برمضان يعني احس ان مملكتي المطبخ برمضان اكون يعانه فاكل كل شوي مشتهيه طبخ فادش اسوي بس ما احب اسوي عيوش ومكابيس ولا تلقاني اسوي باستا اسوي سلطات اسوي شوربة اسوي الصيني لا تشيكن ناجتس تسوي والله انت اللي مبدع بال لا سويت مرتين انت اللي مبدع بالاكل برمضان بالاسناب زين والله انا شاركت ساعات الوالده ايش سوت بسوي البر بالوالدين اسال روان اقول لها بالغربه والدراسه تعلمت اقول ما قاعد اسمع اصلا اسمعت اسمعت لا شوفي للامانه يعني اعرف اطبخ بس مالي خلق شنو مالي مقاقه هذه ما عندي وقت ايه وما عندي وقت يعني اسوي اندومي بالكاتشب اندومي بالماء اندومي بالماء ترى دي بارك شايف حق تحترقين والله جدر ودي زين استعرض ساعتي بروح اشتري الي ابي عاد تدرين الطلبه يصيرون طباخين يطبخون بالغربه اكثر من البنات يعني شباب يطبخون اكثر من البنات ترى صدق انت ما فكرتي انك تسوين يعني تاخذين احد من البنات اللي يطبخون تقولينها يعني اتعلم منك او مثلا تنزلي حرام والله امي معلمتني واعرف اطبخ بس مالي خلق يعني مو الانسان اللي احب يعني ما شاء الله اختي حنان جاب للطباخ تسوي مثلا ستيك تسوي هوم ميد برجر تسوي مثلا كيك على اشكال كوكيز على اشكال تبدع اختك الاصغر منك الاصغر مني بامريكا هي ميامي انا لا زين شنو فطوركم اليوم كان اليوم مسوين جريش اي الله جريش جريش الكويتي خلطة اندومي ولا ماكو عشان مركة اندومي لا سمبوسة ومسوين بشاميل الله واكيد في سمبوسة كبة واشياء هذا مقرر ايوه فتوش حلو ويعنش والله بس انا ابوي في البيت الحين بس انت توك ردة من العمرة بعد اي تقبل الله طاعتك ان شاء الله شو كان زحمة وقتها جدا زحمة جدا جدا بس تويثت حلو الشعور لما تخلصين وايد حلو الشعور اي والله راحه نفسيه سندس يمكن بتطرق حق موضوع جديد ما حد يدري عنه ان شاء الله في شيء جديد حق جمهورك والفلورز انت قاعد تسوينه شيء جديد ان شاء الله اي يلا قولي لنا عنه ان شاء الله على الاسبوع الجاي راح نكون في يمكن انا تاخرت فيه بس كنت يعني اطمح ان انزل شيء باسمي بس الجوده وايد عاليه لان انا اشتغل مع كل الماركات تقريبا اشتغلت معاهم فاشوف شنو عندهم فان شاء الله في منتجات راح تكون قريب باسمي راح يعني تكون متوفره حق
أهلي بالكويت وأهلي بالخليج كلهم. بس تنزل بالكويت أول شيء. أكيد إن شاء الله. إن شاء الله. شنو نوعهم ميك أب مثلاً؟ في شيء كل شيء بالجمال، كل شيء يخص الجمال. راح يكون مجموعة كبيرة يعني. إن شاء الله راح تنزل على دفعات. بس سندس ليش ما فكرت تسوي شيء حق الرجل يعني؟ هم الرجل يهتم بنفسه. حق الرجل في شيء يونيسكس راح. الله. تسوي له تحطي له كحل بكر. عطر ان شاء الله باذن الله. يعني انا اذكر روان في فتره من الفترات انت سويتي حق شركه ميك اب كبيره عالميه وكنت الوجه الاعلامي لهم. فالتعاون مع هذه الماركات الكبيره ما تشكل لك مسؤوليه كبيره انك بحيث انك ما تقدرين توضحين حق الماركات الثانيه الكواليتي مالها شيء زين؟ يعني خلاص يعني انحكرتي على هذه الماركه وبس. طبعاً وهذا الشيء اللي خلاني ما أكمل يمكن مع هذه الماركة لأن كان ضغط الدراسة والسفر من لندن إلى مقر هذه الماركة المسؤولية جداً كبيرة. ولكن الشغل مع هذه الماركات العالمية أعطاني خبرة ما أعتقد بعمري وبحياتي كلها كان ممكن إن أنا أكتسبها لأن البروفيشنال ورك والليفل الكلاس يعني من الشغل كان جداً احترافي كان جميل. كان ضغط لكن كان يعني شيء إضافة لي رائعة لا تقدر بثمن. لكن ماركات ثانية طبعاً أكيد لازم يكون في كريديبيليتي. يعني ما يصير أنا اليوم أمدح منتج فلاني من هالماركة أقول هذا أحسن شيء بكرة أقول نفس الشيء. أجمعهم اثنين وأوكي أقول مثلاً أنا أيوز ذس أند ذس بس ما أطلع بيوم أقول إن أنا بس أستخدم هالماركة وبكرة أقول نفس كلام مع ماركة ثانية. وهذا اللي في ناس ماخذة يعني فكرة إن كل شيء تطلعون كل شيء حلو إنزين فيعني الناس شوية صارت يعني يصدقون ولا ما يصدقون فهنا يعتمد عليك أنت. صح. You can say yes or no to the brand. من حتى مثلاً قبل كم يوم one of the brands قالت لي أبي تحطي لي سعر المنتج وتقولينه للشاشة بالفيديو. إنزين أنا قلت لهم لا ليش؟ مو حلو أطلع أنا بدل أكون لايف ستايل بلوجر أكون سيلز بيرسون أكون شخص يطلع ويقول سكريبت مكتوب أنقل عنه للكاميرا مو حلو. لازم يكون شوية مصداقية. I use the product أقول رأيي صدقي فيه لكن ما أطلع أقول هذا المنتج الفلاني بسعر الفلاني. يعني تصادق باللي تقولينه اللي يعجبك أنت. طبعاً. والحين وصلنا مرحلة I think كل بلوجرز صاروا يطلعون يقولون شيء ما عجبني ما تسوي له دعاية. بس في ناس ساعات يعني تنتقد في ناس ساعات يعني يمكن شوية زين يعني إجابة يعني قصدي ردودهم شلون يعني تردين عليهم شلون توضحي لهم بتعليقات قصدي شنو مثلا ما عجبهم إنك عم تسوي دعايات يعني في ساعات ما يعجبهم او مثلا يعني او مثلا انت استخدمت البرودكت وما عجبها وتقول شوفي يعني مثلا الله رحمني اني عايشه بلندن وكل كم اسبوع اسوي دعايه اي بس التواصل الاجتماعي بس الايباد والايفون على طول بايدك تقرين التعليقات زين شلون يعني انت تتفاعلين وياهم شلون تردين عليهم او توضحين لهم شوفي اذا كان شيء سلبي بغرض سلبيه والحقد والكره بلوك اوكي ما في مجال دش في حياتي وتعطيني يعني بخة سلبية كذي لا حتى بالحياة الواقعية أنا ما أسمح لأي شخص أيا كان إنه يكون سلبي أو يأثر علي بكلمة أو بتصرف معي. الانتقاد البنات طبعا أرد عليه كومنت من سناب شات أتقبل وممكن ما تكون العيب فيني ما حد فينا كامل. صح. إني أنا أكون شخصية معروفة هذا ما يعني إن أنا لازم أكون بيرفكت وأرضي جميع الأذواق. بالنهاية أنا إنسانة حالي من حال المتابعين وحالي من حال زميلاتي المشاهير الثانية. وسندس شون أنا ما أواجه المشكلة أبدا يعني إن مثلا انتقادات من الفولورز إن شيء مو حلو لأن ولا مرة حطيت شيء مو حلو ولا مرة حطيت شيء مو زين ولا مرة ما نفسدك لأن بس نغبطك لا إله إلا الله ماركات عالمية يعني من برا قاعد تطلب سندس القطان إنها تسوي لها إعلان أو إنها توضح لها عن البرودكت اللي عندها وفي حمرة باسمك سوينا وايد يعني يعني سويتي وايد أشياء مخصصة سوينا علبة باسمي عفش على توقيعي ورحت اليابان ورحت اليابان وشفتي المنتجات الحصرية اللي هناك عندهم اللي تختلف عنا إحنا بالشرق الأوسط وتكلم هذا شعور جديد ما أدري شنو يعني شنو شعورك وايد حلو أصلاً يعني ليش أقولش أنا أتكلم ثقة وفيني ما أقول شيء عمري ما واجهت هالمشكلة وتصادم مع الجمهور لأن أنا يصير عندي هم عداوات مع شركات مو أشخاص لأن أقول أطلع أقول هذا مو حلو فخلاص شركات ما يبون أنت تدمين
فصارت اصلا فعلا عندي عداوات مع شركات، مو مع اشخاص، مو مع يعني مو مع فولورز. تحديتي نفسك انك توصلين الى هالنجاح؟ تحديتي ناس؟ لا، بس كل شيء احبه واشتغل عليه. يعني بس خاطرتي جازفتي وايد. وايد مثلا في شركات، وشركات تمشي مع شركات، يعني كلهم او جروب. ان مثلا جروب في كذا براند يقول لا تشتغلون معاه، هي ذمت منتج واحد من عندنا قالت عن الفاونديشن مثلا مو حلو. ممكن باجي الاشياء اللي تحتيها مثلا بس ما تنتقدون ولا شيء، فهمتي؟ بس لا، انا عشان شايفه ما عندي هالمشكله مع الفولورز ابدا، عشان كذي عندك مصداقيه كبيره يعني، والناس قاعده تتابعك عشان مصداقيتك. يمكن اتطرق حق سعود. سعود انت قاعد تسوي؟ ما اسوي دعايات. ما قلنا اسوي دعايات اكيد. بس سعود قاعده تغني اغاني حق دول الخليج برا. على فكره استاذه حصه، انا قبل كم يوم مو بلشت اسوي رنايه القرقيعان مالتنا مالت اهل الكويت، تفاجات ما شاء الله ان حبايبنا اهل الخليج بعد قاموا يطلبون رغم ان هي مو لهم او يعني مو من تراثهم. هم يقولون القرنقعو او القرقعون يعني بشكل اخر، بس اهل البحرين طلبوا، واهل السعوديه طلبوا اغنيتنا، اهل قطر يعني على عيالنا وكذي. وشلون نتواصل معاكم؟ واحنا شلون طريقه الدفع؟ شلون التنسيق يصير؟ نعم، يعني شلون التنسيق؟ لشنا القرقعان كله معروف هي ليلتين صاجة. شلون ينسقون معك؟ يعني تتواصلون معنا أو يشوفون لهم مكتب فني هنا بالكويت أو شركة فنية، يعني يتواصلون معها مثلا بقينا والله سعود، يكلموني دائما بالإنستغرام بالسناب. يعني البارحة بعد دخلوا على الواتساب. هم أكيد عندهم أغنية ثانية. عندهم أغنية. فأنت قاعد تغني؟ ما أعرفها يعني. بس أكيد تغني لهم، ما غنيت لهم أغانيهم اللي هم يبونها مثلا؟ في ناس من أهل البحرين قالوا قول مالتنا شوية القرقعون يعني. ثم يعني ما أدري، هي قير وإحنا غير، وبعدين احنا طقه الطار تختلف يعني اللحن على قولتهم الطرق يعني يختلف يعني. اي مدام انك تحكيت عن الطار واغاني او الاغاني واغانيهم غير، يلا سمعنا. سمع لنا شيء. المجهز شيء هذا القرقي حلقه منين اللي يطلع منك؟ يسلم ولدهم يا الله. اللي قلت لك عنها اغنيه، تفضلي. شنو الاغنيه؟ شنو طلبتي من ورانا؟ تطلبين اغاني؟ هذه اللي غنيناها انا معك على الهواء يعني. عادي لا لا لا. عادي عادي ما نوصل من ازله. قولي لي ساسري. قد ساسري ايش طالبه اغنيه؟ بس يعني ما في سماها. نغنيها بسناب. زين نسمع اغنيه ثانيه على ذوقك. يا منيتي. الله. تراثيه. الله. اي بس قرقيعان واليوم 15، اخاف يعني تضايقون اهلنا وحبايبنا المشاهدين يقولون ما توعدوا. خلنا على القرقيعان، شلون البنات يغنون قرقيعان وقرقيعان؟ لا يعني معروفة مالت البنيات. يلا. قرقيعان وقرقيعان بينك صير ورمضان، عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام. يلا سلم بنيتهم، يلا خلها لمها، عسى البقعة ما تخمها ولا توازي علمها. هذه مالت البنيات. الله. اي مالت صبيان. مالت صبيان الله يسلمك. سلم حمد يا الله. لا قلناها عشر. سلم ولدهم يا الله، خلى الأمة يا الله. سلم ولدهم يا الله. خفيفة يعني. لا بس قبل في ناس ما يقولون، يقولون بيتك صير رمضان. هي طبعا بينك صير رمضان. هذا خطأ. اللي هي عشان سنة شهر. انت تقولين بيت؟ شكرا. وانت؟ ليش قالت؟ بيتك صير رمضان. وهذا ثالث لقاء لي بتلفزيون الكويت. شلون؟ في تقول بينك شهر. لا هو يعني شعبيا تراثيا بينك صير ورمضان، اللي هي شعبان. 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 بينك صير ورمضان، على هم يسمونه كذي اهاليتنا قبل، مثل ما يسمون بقيه الاشهر العربيه والاسلاميه مسميات يعني. بس تلقى يعني احنا حفظناها واحنا صغار، فلما نحفظها نحفظها على ما يسمعها اذوننا يعني. فالواحد تلقى يعني انا ما كنت اقول يوم صغير بيت، كنت تقول بيتك صير. سكيت 20 سنه لا مش عاد اقول بينك صير ورمضان عشان ما يكفكوني. اي الجيل هذا ان شاء الله يحفظ الجيل. لا ان شاء الله يحفظون ان هذه حق البنيات، هذه حق سميان. يعني مات لسميان سلم حمد، سلم حمد يا الله، خلى الأمة يا الله. مات لسميان اللي قلناها قرقيعان. إذن شنو سر الحسو اللي كلها تحطه بالسناب؟ أنا خلال الحسو يسوونه حق الولد. أنا أدري من حق
حق الوالد يسوونها. بس شوربة تحسوا؟ إيه شوربة تحسوا. شلون شوربة؟ كويتي سووه. يلا قولي عشان باكر أسويها. لا أنا حطيت المقادير لازم بعد شوي أضيفك. يلا. ضروري وجدتك المقادير مرة ثانية. أنا أمي صلى الله يسلمها ويحفظها. طبعًا قاعد تابعكم وتحبكم وايد. إحنا بعد نحبها وايد. الله يخليك. الله يخليها. يعني إيه يا اسم الله عليها يعني إيدها كلها بركة. مو عشان أمي يمتي لا أستش طباخة حلو لو مو حلو أقول لا عادي ما في مشكلة حتى عشان لو آخر وديها دار مسنين لأن طفرتني هاليومين أقول يحفظها فهي يعني متميزة بالحسو بالقبوط بالقلبة اللي هي رضا الوالدين يعني تضيف مقادير زود نكهات زود أصناف يعني زيادة على اللي هو موجود فيه فذاك اليوم أنا كان عندي لقاء قلت لها أطلع من اللقاء يلي تشلق الحسو على الجدر بارز قلت لها بس بشرط أبي أصور فيديو وأبي أنا أحوس معك الجدر أكذب يعني بس الحسو دائما يسوونه زين حق الوحده اللي ولدت يعني عندي ولله الحمد خلاص خلاص مثل مشلوف العروس لا على الحسو ترى هو الحسو حلو والله العظيم الحسو بس كفي ترى كل بركة وكل لا ترى كل الناس يسوونه بطريقه لا يعني رشاد انا اقول لك شنو الحسو ومفيد انا هني المدريه هذا صدق ما عندنا بالبيت والده ما عندنا يعني بس امي حاطتها اصلا من خاشتها يعني او مخزنتها حق طول السنه يعني صيف ولا شتاء كل ما واحد بقى ولا اشتهى سوينا على حسو طبعا اقول حق روان شنو الحسو هي اكله شعبيه قديمه كويتيه تاكلها طبعا شنو مكوناتها رشاد وبهارات واشياء كذي وحلبه كل شوي حارة تاكلها المره الوالده اللي توها والدتها تشربها يعني فتره الاربعين لان كلها بعد البيبي يعني كلها مغذيات وترمم العظم مثل ما يقول روان طايره بوقتها مو عارفه ان شاء الله تصيرين ام ويعطونك الحسو نتطرق سندس حق موضوع وايد مهم يمكن نقول حق وايد ناس ان سندس القطان قدوه حق كل بنت كويتيه متحجبه او مو متحجبه بس وايد في انتقادات تقول يعني ان سندس ساعات دائما تطلع مثلا بالسناب وتحط مكياج وشيء هذه انتقادات نواجهها ويعني ممكن نقول المفروض بلوك فانت شنو ردت فعلك عادي ما ادري يعني شوف هو كل واحد له وجهه نظر وكل يعني ما في مثلا ما في قالب يقول لك هذه القدوه ولا هذه مو قدوه ولا هذه ما ادري شنو مثلا انا ما عندي انا تحجبت مثلا على قناعه تامه تحجبت على بعمر كبير واحب حجابي واموت عليه واموت على لبس المتحجبات واستانس عليه وكذي بس ما مو معناته ان انا عندي مشكله مع البنت اللي مو متحجبه بس يعني انا دائما اقول لهم في شيء واحد لازم احنا نتفق عليه اللي هو الستر سواء متحجبه ولا مو متحجبه ما له علاقه بس فعشان شيء كل واحد له منظور هذه تمثلنا هذه ما تمثلنا وايد ناس يقولون هي تمثل بنت الخليجيه المتحجبه وكذي ويمكن القى يعني ناس يقولون ان انت اثرتي حتى مو متحجبات قاموا يلبسون لبس المتحجبات في وايد ناس اصلا حتى تحجبوا يعني وايد تحجبوا اي وهذا شيء حلو يعني بس سندس ما ياتش يعني في عروض راحت عليك وسب انه يبون وحده مو متحجبه أي. ما صارت ما يشوفون شف اي والله ما يشوفون شف بالعكس يعني لا ليش انه في شركات عندها شروط وعندها بعضهم مثلا يدورون يبون شيء انه ما يتفق ما يختلف عليه احد مثلا او شيء شيء وجهه نظرهم بس انا اشوف الحجاب وهو شيء ما يختلف عليه احد واللي يبي حياه هون ما يبي كيف ما يشوف شف نوجه سؤال حق روان ما شاء الله تبارك الرحمن في الاونه الاخيره يعني شوفي مواقع التواصل الاجتماعي كل صورك منتشره انت وبروك شيلز الكويت بروك شيلز سموك بروك شيلز الكويت وما شاء الله في شبه كبير ما بينك وما بينها فانت شنو وجهه نظرك يعني ان نشوف الصور بس ما نشوف تعليق روان وانا خاف اعلق يقولون هذه تبي يشوفونها فيها بس صدق وانا مره علقتها يعني شبه انا بديت السوشيال ميديا يعني اللي شويه شهر روان اكثر شيء هو مقاله احد المحطات حطوا انه كاتبه كويتيه شبيهه بروك شيلز هذا اللي خلاني ابني سوشيال ميديا في الاونه الاخيره ردوا على نفس الموال ان روان بن حسين وبروك شيلز يمكن بامريكا بدون ميك اب لما عشت بامريكا قبل سنتين كانوا يقولوا لي الامريكان انه يو لوك لايك بروك شيلز دوتر انك كنت بنتها يمكن بالحواجب يمكن بالبوها لا بس فعلا الصوره اللي حاطينها كانت شبه كبير ما بينك وما بينها يعني يا بختي انا وايد احبها ايقونه الجمال هذه يعني اوكي يعني انت ما عندك مشكله يشبهوك بعد ممثلات وايد اشياء يعني ما يضايق زبيده ثروت صح على ايامها ايه. ايه.
فما يضايقك هالموضوع. حصه سندس انت شبهوك ببلوجرز اجنبي مشهور يحط ميك اب وشي عيونه. اي انا اخترعته ما شفت عينه كنا عيني. صح بالضبط صح كنا عيني كنا حواجبي لما شفت صدق اخترعت. اي قاعده وياكم الصراحه ما تمل وما شاء الله الوقت بسرعه خذانا. وسعود الحين ناطرين منك اغنيه واحنا نبي نختم ان شاء الله وقرقعانكم كاهو موجود. سعود يقول ما شبهوني بحد. قلت لك انت مالك شبيه. يقول ما روان الشوكليت زين وحياكم الله والله يوفقكم يا ربي وان شاء الله لقاءنا الثاني وياك تكوني المحاميه متخرجه. نتمنى لك كل التوفيق ونتمنى نشوفك في اعلى المراكز والمراتب لان انت فخر لنا وحق كل بنت كويتيه وحق كل بنت خليجيه. صدق رفعتي راسنا لما نشوفك ونفرح. تاكدي احنا نفرح فيك ومستانسين لك ونتمنى لك نشوف من فوق من نجاح لنجاح. كذلك روان انت بنت كويتيه مجتهده تعبتي على نفسك عندك قيمه قانونيه وعندك مصداقيه بالشيء اللي قاعد تقدمينه ونفتخر فيك وين ما كنتي وشنو قاعد تسوين. جو هيد والله يوفقك حبيبتي. وانت سعود كذلك من الشباب الكويتيين اللي احنا نفتخر فيهم ونتمنى لك كل التوفيق ومحافظ على الفلكلور الكويتي والتقاليد والتراثنا الجميل نشوفه بسعود. تسلمين الله يوفقكم. مشكوره وتفضلوا على لازم نسلمكم قرقيعان ومشكورين ونشوفكم باكر وتصبحون على خير. الساعه المباركه الله يعطيكم العافيه.